أصل حكاية. أصل الحكاية مع زينب ميكي على EFM أحلى راديو. أصل الحكاية، كل قصة تاريخ، حدث عنده بداية، عنده سبب خليه يصير، عنده تفاصيل جعلت منه مؤثر ملهم ولا مغير في تاريخ البلاد، وإحنا قررنا نعرفكم عليهم الكل ونحكي بالمولد النبوي الشريف. أصل الحكاية، نرجع بكم عدة قرون. نقول لكم أنه أول حاكم قرر الاحتفال بصفة رسمية بالمولد النبوي الشريف هو السلطان الحفصي أبو فارس عزوز، اللي حكم من عام 1394 حتى العام 1434. ومن بعد الحفصيين جاءوا البيات المراديين اللي حكموا في النص الثاني من القرن 17، وهما اللي زادوا طوروا مظاهر الاحتفال بالمولد وولاوا ينظموا سهرات يسمعوا فيها الأناشيد الدينية والمدائح والأذكار، ويحضروا فيها بأنفسهم ويحضروا معهم الأعيان والقضاة وكبار الضباط. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم، ويزينوا البلاد وبالخصوص مقامات لوليا والصلاح والأسواق والبطاحي. وفي عهد المشير أحمد باشا ولا البي يشرف بنفسه رسمياً على الاحتفالات ويتنقل للقيروان ويحضر المدائح والأذكار في الجامع. من بعد يعمل نفس الموكب في تونس العاصمة حسب مراسم مضبوطة. ليلة المولد النبوي الشريف يخرج البي في الحاضرة تونس في موكب رسمي ويدور في المدينة ويزور مقامات بعض الأولياء، سيدي محرز، سيدي بن عروس، سيدي إبراهيم الرياحي وغيرهم. من بعد يرجع للسرايا ويشرف على مأدبة فاخرة يحضروها الأمراء والوزراء وكبار الموظفين والمشايخ. الله أكبر، الله أكبر، الله. ومن بعد دوب ما يكمل يصلي البي صلاة العشاء يخرج يعمل دورة في الأسواق وين تكون البطاحي والشوارع فيها معبية بالعبيد والفرق الموسيقية وبعض الألعاب، باش يتعدى بعدها البي ويزور أمين البركة وأمين الشواشية في محلاتهم، ويختم زيارته للمدينة بجولة في سوق العطارين. وكانت في هكا الزمان فما عادة جميلة يقولوا أن وقت البي يتعدى قدام القهوة يقوم مولى المحل يكب قدامه شوية قهوة بن للبركة. من غدوة صباح يعني نهار المولد النبوي الشريف يتحول البي في موكب رسمي لجامع الزيتونة ويسمع من الإمام الأعظم القصة الشريفة لولادة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم اتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين، هو عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين. ومن الطريف أن وقت الإمام يوصل يقول: فقم أيها الراجي لنيل سعادة قيام محب صادق الحب والأدب. يقف الحاضرين ومعهم البي إجلالا وتحية للمصطفى. من بعد يعودوا يقعدوا، ووقت ما يوفى سرد القصة يدوروا العوان ويرشوا ماء الزهر على الحاضرين بما فيهم البي. التوانسة يعتبروا أن نهار المولد النبوي الشريف نهار عظيم ومبارك، هكا عليه برشا عائلات يختاروا نهارتها باش يطهروا فيها أولادهم ويخطبوا فيه ويلبسوا فيه الخاتم ويهزوا فيه مواسم العروسة ويذوقوا بعضهم العصيدة، عصيدة الزغوغو اللي هي عبارة على عادة جات على سبيل الصدفة لتونس. سببها أنه البلاد عرفت عام 1864 بعد ثورة علي بن غذاهم جفاف ومجاعة سبب نقص كبير في منتوجات القمح والشعير والذرة. وفي هالظروف الصعيبة سكان البلاد في الشمال الغربي اكتشفوا أنه مادة الزقوقو فيها منافع وبنة تشبه الصفات اللي في الذرة، ولاو يستعملوها كعصيدة متاع المولد في بلاصة العصيدة العربي، ولا ما يعرف بالعصيدة البيضة. وبقينا كيكة حتى وفات المجاعة وصبت الأمطار، أغلب التوانسة وبالخصوص خارج العاصمة رجعوا للعصيدة القديمة المصنوعة من السميد والفارينة والعسل والسمن. لكن في بداية السبعينات رجعت عصيدة الزقوقو بقوة وولات
هي الأكلة المفضلة اللي الناس والعائلات يحضروا. أصل الحكاية، أصل الحكاية مع زينب ملكي على إف إم أحلى راديو. أصل الحكاية.